قالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة منتدى التعاون لآسيا والمحيط الهادئ أبيك التي تستضيفها حاليا فيتنام. كان الرئيسان ترامب وبوتين قد عقدا اجتماعا للمرة الأولى في يوليو الماضي على هامش قمة مجموعة 20 في مدينة هامبورغ بألمانيا.